طبعا عايزه اقول لكم اجواء جرش كلها مبهجه ومفعمه بالحياه، لكن انا سعيده جدا اني مع بنت الاردن الجميل، الصوت الرائع، الصوت اللي هيتلألأ على مسرح جرش غدا، وطبعا خطفناها من البروفات، المطربه الجميله اللي بنحبها كلنا طبعا في مصر نداء شراره. صباح الفل، مساء الفل، صح الاثنين يمشوا؟ اه طبعا بيمشوا الاثنين. يسعد قلبك يا ربي. احنا خطفينك من البروفا، انا عارفه. يسعد قلبك يا ربي، بس لا طبعا لازم اطلع، واساسا انا مبسوطه ان انا معاكي. احنا كمان مبسوطين. نداء قولي لي، جرش بالنسبه لك ايه؟ يعني دي احكي لي حكايه جرش بالنسبه لنداء، الصوت الاردني الجميل اللي يعني اكيد وانت طفله كنت بتيجي تحضري للنجوم المطربين، يعني طفلة موهوبة أكيد، لكن أنت الآن نجمة كبيرة، عندك حفلة بكرة على مسرح جرش. بصراحة يعني مسرح جرش بيعني لنا كتير، لأنه إحنا بالأردن من كنا صغار وإحنا بنشوف الحفلات الكبيرة، وأكيد أي حد بيكون بيطمح أنه هو يطلع على هذا المسرح، بس ما تخيلت أنه ممكن يجي يوم ويكون عندي حفلات. يعني أنا كل سنة بنزل، يعني هاي يمكن السنة الخامسة على التوالي عم بنزل بمهرجان جرش. بصراحة يعني كل مرة بكون واقفة على هذا المسرح ما بتمنى الوقت يخلص، قد ما هو بكون حاسة بسعادة وحاسة يعني بشعور يعني مخليني يعني انه انا فخورة بنفسي انه انا استحق يعني هاي الوقفة بهذا المكان الكبير. طيب يعني السنة الأولى غير السنة الخامسة، السنة الأولى على مسرح جرش لسه كنا بنقول أنا بتقدم لكم أهو، أنا خلاص يعني بغني باحتراف. السنة الخامسة أنت مطربة خلاص، ليكي اسم، ليكي أغاني، ليكي جمهور وليكي فانز، فكلميني على الاختلاف بقى في اختيار الأغاني. يعني في اختيار الأغاني بين أول سنة غنيت فيها في المهرجان وهلأ كنت أغني لفنانين طبعاً غيري أكيد، وما كانش عندي يعني لسه الألبومز والأغاني اللي هي خاصة فيها والناس حفظتها وبتحبها. هلأ بعد السنة الخامسة طبعاً ثلاثة أرباع الأغاني هي أغنياتي، بس هذا لا يغني إنه إحنا أكيد هنغني للست وهنغني للفنانين الكبار، وبنفس الوقت فينا نغني أغانينا بكل ثقة والناس بتحبنا وجاية تسمعنا إحنا علشان حابة أغانينا وصوتنا، وهذا الإشي اللي بيختلف. يعني حسيت كده ان في لكنه مصريه بقت موجوده. أيوة في طبعاً. في البوم مصري شم ريحته يعني. اكيد دلوقتي بحضر لميني البوم مصري، طبعا مصر حبيبتي يعني. هي مصر أصلاً. انت حبيبه مصر اصلا يا حبيبه قلبي. مصر يعني خلينا اقول البلد اللي فتحت لي قلبها، يعني يعني محبتها جواي اكثر من ان تعبر. وعلى فكره في مفاجاه بقى، انا بحضر اغنيه لمصر تحديدا. ايوه اديني كل المفاجات هنا في التاسعه. هي تحديدا اغنيه لمصر. يعني بتحضريها هتطلع امتى؟ هي بتغني يعني انا بغني فيها لمصر. حلوه قوي. مش بس باللهجه المصريه، باللهجه المصريه لان احنا عملنا حاجات حلوه زي حبيتك بالثلاثه وقالها لي وانت فرحه وسهرانه انا، وهلا عم بنخلص خلصنا ميني البوم مصري، بس المفاجاه بقى ان انا هغني في حب مصر. الله ده جميل. ومصر اعتقد هي اذا كانت بلد للمصريين بس هي الارض المفتوحه لكل الفنون يعني. فاللي بيغني لمصر ده هم بيعتبروه مصري، المصريين بيحبوا كده هم هيدوكوا المصريه لوحدهم يعني. بالظبط بالظبط. طبعا يعني شعب محب ومضياف، وفعلا هي مصر ام الدنيا. طب نداء انت قلتي لي انا رايحه البروفه وبحضر حاجات، وبما ان احنا طماعين وموجودين هتغني ايه؟ عايزه مقطع من اي حاجه هتروحي دلوقتي تعمليها في البروفه. هقول خليك هنا خليك وبلاش تسافر، بتقول يومين وتغيب سنة سنة، بلاش تسافر وتعالوا احضرونا. الله الله الله، ده دي احلى اغاني، دي العيون السود ورده. لا لا هاي دي خليك هنا خليك هنا. خليتني اخاف للاستاذه ورده طبعا. اكيد طيب في اغاني كمان اردنيه من الفولكلور هتقدميها على المسرح بكره؟ طبعاً, طبعا اكيد، وراح اغني ابن النشامه اغنيتي اللي الناس كلها بتحبها، وراح اغني كمان مدلي من الاغاني التراثيه اكيد، هذا يعني بلا شك.
طيب انا كمان عايزه يعني اعرف منك، انت دلوقتي في السنه الخامسه بتحضري، بتقبلي بقى على عندك حفلات كبيره وعندك حاجات كتيره، كل جمهور بتنقي له اغاني معينه ولا بتقدمي الجديد عندك؟ لا انا كل يعني يعني كل الحاجات اللي انا بغنيها يعني يعني اللي انا يعني اعمالي الخاصه بغنيها في كل الحفلات طبعا، لان الناس بتطلبها وبتحبها وهيك. بس طبعا مثلا في 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 بلدان بكون فيها مثلا الجمهور هو بكون طالب اشياء معينه، من تراث ان الجمهور ده عايز الاغاني دي بالضبط، من تراثه ومن طبيعه فولكلوره وهيك، فانا بقدم له هاي الاشياءات كمان اكيد. خلينا نقول بما ان احنا في الاجواء المبهجه دي اللي فرضها مهرجان جرش والشعار بتاعه ويستمر للفرح، والفرح كان من امتداد العرس الجميل لولي العهد، ونداء شرارة كنت موجودة في هذا العرس بصوتك وكان عامل أجواء رائعة. المشاركة دي كلميني عليها وتجربتها. يعني كان أحلى شيء بصراحة صار معي من ساعة ما خلصت The Voice حتى هاي اللحظة. بصراحة يعني كان بالنسبة لي شيء مثل الحلم أني أنا أكون موجودة في عرس سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الله يحفظه. وهم قديش يعني خليني اقول لك احنا يعني كنت حاسه انك واقفه مع العيله، يعني كلكم عيله واحده. كان يعني كل بيت اردني كان حاسس انه الفرح في بيته، من قد ما كان الحدث هذا بالنسبه له له اثر كبير على نفسيتنا وقلوبنا. وقديش العائله المالكه احنا دائما بنتغنى وبنحكي وبطيبتهم وبكرم اخلاقهم وبذوقهم وبتواضعهم، هذا اهم شيء. قولي لي بصراحه، هل انت اخترتي الاغنيه ولا هم قالوا لك احنا عاوزين اغنيه كذا مثلا من الفولكلور تغنيها؟ احنا بالنسبه ليوم العشاء اللي اقامته جلاله الملكه رانيا، احنا كنا عم بنحضر مجموعه اغاني، فصار هي طبعا تشاورنا مع الاخصائيين الموسيقيين وكل شيء. وبالنسبه ليوم العرس طبعا انا كنت عارفه ان انا هغني في الفرح، بس ما كنتش عارفه الاغنيه. لما قالوا لي هتغني للست وام كلثوم، طبعا هنا صار عندي رهبه زياده طبعا، لان بقى انا بالنسبه لي ام كلثوم هي قلب الغناء العربي. يعني لو كانت استاذه فيها يا حبيبتي تسمي لي، ما يعني ما باجي إشي جنب ام كلثوم، بس انه كان بالنسبه لي ان انا اغني للست ام كلثوم بهذا الحدث زود علي المسؤوليه. وانبسطت انه الناس حبت والكل انبسط وعجبوا طريقه غنائي. بتعرفي على التوتر طبعا احيانا بيروح 50% من الاداء، بس انبسطت يعني كنت راضيه عن ادائي، لان انا كان فعليا كل حاجه حساها كانت طالعه في صوتي طبعا احساس. طب قولي لي لو انا رجعت كده بيكي بالزمن مع تجربه The Voice وانت دلوقتي نداء شراره، تعمليها كنت تاني وحاسه ان هي قدمتك بشكل كويس ولا ما تعمليهاش؟ قولي لي بصراحه. لا بصراحه برجع بعيدها التجربه، او يمكن بعيد النظر يعني مش عارفه، بس انا يعني مو عارفة يعني يمكن هلأ عقلي بطل زي زمان، بس أنا بالنسبة لي مثلا ممكن بعيدها وبستفيد أكثر بالعكس. وطبعا ما فيني أنكر أنه في ست كانت جندي مجهول لما كنت أنا بذا فويس، هي شيرين عبد الوهاب. طبعا هي قدمتني بشكل حلو كمان للناس، مش بس يعني مش بس معقول. بتحبي شيرين؟ طبعا. حفظ لها كده مقطع نسلم على شيرين بيها؟ أكيد طبعا حبيبة قلبي. يا ليالي روحي له عن شوقي ونار احكي له، يا يجي لي يا اما هاجي له، مش قادرة في بعده اعيش، وقولي له كفاية ويخلي البعد نهاية، مش عايز انا غيره معايا والباقي ما يلزمنيش. الله 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 على الاحساس اللي عندك يا نداء. طيب انا سمعت حاجه غريبه قوي، شفت كده تعليقات الفانز بتوعك انه بيقولوا لك انت بتغني لعمرو دياب ولو سمع مش هيصدق الابداع اللي بتغني بيه اغنيته. ايه اللي حصل في اغنيتي مره لعمرو دياب والفانز علقوا كده؟
انا بالنسبه لي عمرو دياب دايما بقول لهم يعني هو عايش معانا يعني من كتر ما احنا بنسمعه. انا بالنسبه لي فعلا استغربت انا طول ما انا ماشيه في جرش في التاكسي في الشارع عمرو دياب في كل حته. طبعا عمرو دياب في كل مكان زمان. انا بالنسبه لي هذا الانسان عبقري مستمر. الاستمراريه على فكره هي النجاح. نجاحه الاستمراريه. وعمرو دياب اي بعتقد انه هو من اذكى الفنانين بالعالم العربي او بالعالم طبعا كمان ككل، لان انسان حافظ على استمراريته. لسه لما تسمعي صوت عمرو دياب هلا هو نفس الصوت اللي سمعتيه في ما تخافيش انا مش ناسيكي. طب ما نسلم على الفانز اللي اعجبوا بالاغنيه دي ونبعتها لعمرو دياب كمان. يلا نقول بحب له انا اغنيه هنقوله رد عليك ما باش هيفيدك ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش. الله الله. طيب اخر حاجه عايزه اسالك سؤال، اعتقد انتوا المطربين ما اعرفش انزعجتوا منه ولا لا، دخول الذكاء الاصطناعي على الاصوات، هل تتخيلي ان انت مثلا نداء شراره بعد شويه تلاقي صوتك الحلو ده متركب على حاجه تانية خالص؟ عامل لكم قلق ولا حاجه بتضحككم؟ لا هو مش بيضحكنا، بيضايق، لان في فنانين توفاهم الله انت ما اخذت اذن هذا الفنان وموافقته ان انت تستخدم صوته على حاجات، وبقوا بياخدوها من المنحى الكوميدي مثلا. لو ما بيجيبوا مثلا اغنيه اطفال بيركبوها على صوت فنان كبير ما يصحش وانت ما استشرتوش يعني. صحيح. يعني انا حتى الذكاء الاصطناعي بكل بالمجمل انا ما بحبوش، يعني حتى التقنيات اللي عم بتكون حديثه في انه الفنان يحضر فنان مش موجود. تحسي كده ان حاجه صناعيه مزيفه ما فيهاش روح. لا ما ينفعش، زي حد ينزل اغنيه لشخص بعد ما يروح مثلا في صوته، يعني هو ما لك حق يعني. ما هل ان انتوا الاجيال الشابه دلوقتي يعني مثلا جيل السيده ام كلثوم اللي كانت بتنتقي تغني مع مين فين ازاي الاغنيه والساعه والمكان، عبد الحليم نفس الحكايه، فريد لطر، كل الاسماء الكبيره تعبوا قوي في المشوار عشان يوصلوا اغاني بسيطه، هل انتوا الجيل اللي جاي بقى هتبقوا واخدين بالكم قوي وتعملوا حقوق اكتر ومحدش قرب من اصواتكم لانه هم ما شافوش التقنيات الحديثه دي؟ دي حاجه بقى ما حدش يحلف عليها، لان التكنولوجيا مخيفه بصراحه، مخيفه جدا. بس انا كلي متامله بالناس اللي عم بتكون شغاله على هاي الابلكيشنز، يعني اللي عم تخترعها واللي عم تعملها. خدوها بالمنحى الايجابي، بلاش ناخدها بالمنحى السلبي، بلاش نبوظ الرموز بالضبط. وعلشان احنا ما يعني ما يصحش اني انا كمان برضه يكون في خصوصيه للشخص اللي مش موجود معانا. يعني دي حاجه مش حلوه، يعني زي انا ادي قرار على حد مش موجود يعني. نداء لانه بنختم اللقاء معاكي واحنا التلفزيون المصري اللي عندنا جوه مكتبات التلفزيون ابداع سيده ام كلثوم وفريد وفيروز وعبد الحليم وطبعا موسيقار عبد الوهاب وكل النجوم، تعالي انا وانتي نتحدى الذكاء الاصطناعي ونقول له اصواتنا الحلوه باقيه حتى بالاجيال الجديده. اختم لنا بحاجه سيده ام كلثوم، وانا بالتالي وكلنا بنتمنى لك بكره حفله رائعه باذن الله، وان شاء الله ناخد جزء منها ويشوفوها مشاهدينا في مصر، وموفقه باذن الله دايما يعني. فهنختم بقى انت مع الكاميرا، انا هسيب لك انت مع الناس تردي على الذكاء الاصطناعي بصوت جميل لسيده ام كلثوم. انا هسيب لك المايك. نقول تيرارارا اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال. شكراً.